إذن نحن أمام سؤالين مهمين وخطيرين. السؤال الأول، هل ممكن يقدم نتنياهو على تحرك بري في رفح؟ والسؤال الثاني، هل يمكن أن تفضي هذه المفاوضات في القاهرة إلى حل وهدنة إلى 45 يوم؟ أحاول أن أطرح السؤالين على ضيفي. معي من رام الله الدكتور محمد المصري، الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية. دكتور محمد، أهلا بحضرتك. ومن القاهرة يسري عبيد، الباحث في العلاقات الدولية. أستاذ يسري، أهلا بك. أبدأ من رام الله دكتور محمد. خلينا نبدأ بالتغير الجديد، أنه إسرائيل بعد ما كانت رفضة أمس أنها ترسل وفد إلى القاهرة للمشاركة في المفاوضات، أرسلت وفد إلى القاهرة. وبالتالي إلى أي حد يمكن قياس هذا التغير في إطار فعلا أننا قد نصل إلى نتيجة من هذه المفاوضات الموجودة في القاهرة حتى في مرحلتها الأولى كما توقع البعض؟ مساء الخير لك أستاذ محمود، لضيفك الكريم ولك المشاهدين. وأعتقد السؤالين متقاطعين، يعني إن كان دخول رفح أو حتى المفاوضات بالقاهرة، ولهم علاقة بعضهم البعض. ولكن ما هي الأسباب التي دفعت نتنياهو للمعاود لإرسال وفد يمثله إلى القاهرة؟ هو السبب الرئيسي، أول شيء هالي الأصل بالداخل طلبوا اللقاء مع مجلس الحرب وهددوا بإضرابات وقطعوا الطريق بالشارع العام عن وإغلاق بوابة يعني وزارة الدفاع دولة الاحتلال. الجانب الثاني وهو الضغط الأمريكي، والذي أصبح بشكل علني والذي حمل مسؤولية تقريبا بلينكين لا نتنياهو قبل ترك تل أبيب بأنك تعيق عملية تبادل الأسرى. وهذا الموضوع فيه هناك أمل وفيه نقاط إيجابية بما قدمته حركة حماس والفصائل. الجانب الثالث وهو مهم، أنه أيضا الراعي المصري والراعي القطري لهم دور مهم جدا في هذه الحالة. وأعتقد أنه من المفيد أن يتعاطى مع الراعي الذي كان يتمنى عليه دائما بأن يستمر بالمفاوضات. أنا تقديري بأنه الذهاب نحو تهديد يعني الدخول، تهديد بدخول مدينة رفح، هذا سابق كان قبل أسبوع تقريبا قبل ما تخرج يعني حماس بالورقة التي قدمت للراعي بمعنى الوسطاء، وقالوا بشكل واضح عبر وسيط أنه إذا لم تقبل حماس هذه الورقة سنقوم باجتياح رفح. والتهديد كان أولا من أجل إرضاء يعني المتطرفين في تل أبيب وسموتريتش كثير، والجانب الآخر هو تهويش وتخويف للفصائل المقاومة للتنازل عن متطلباتها، وأيضا ضغط على الجانب المصري الذي رفض رفضا قاطعا للدخول إلى منطقة رفح أو إعطاء أي رمزية سيادية لدولة الاحتلال على محور صلاح الدين أو حتى شراكته بالمعلومات. وهذا كان موقف وطني الكل رحب فيه. لكن كون الوفد وصل إلى القاهرة أو سيصل اليوم القاهرة، هذا معنى ذلك انفتح الطاقة، وهذه الطاقة موجودة، ومن يجلس على طاولة المفاوضات هو يعترف بالآخر، وبالتالي سيقدم اشتراطاته والسقوف الذي يرغب فيها. وبعتقد الطرفين بحاجة إلى هذه الهدنة لأسباب تتعلق أولا بالجوانب الإنسانية. فلسطينيا وضعنا صعب جدا على صعيد ما ذكروا تقريركم عدد الشهداء والجرحى والتدمير. والجانب الآخر أيضا بنفس الوقت أنه هو محتاج هذه العملية، وخاصة في المرحلة الأولى التي إذا تم الاتفاق عليها يتجاوز موضوع المدنيين والأطفال وكبار السن. هذا شيء مهم جدا. طيب، وأنا تقديري سيصلوا يوم ما، إن كان يومين ثلاثة أسبوع، ولكن العملية إجبارية أصبحت لنتنياهو، لأنه بايدن يريد أن هذا المنجز ويستقبل الرعاية الأمريكان من يحملوا الجنسية الأمريكية، ويقول قدمت شيء لناخبي، لأنه يعيش اليوم ظروف استثنائية خاصة مع العرب المسلمين في منطقة ميشيغان التي هي يعني ولاية متأرجحة، والصوت العربي مهم ومؤثر فيها، وقد يرسب نتنياهو ولا بايدن عفوا ولا يحصل على اي شيء من العرب اذا تمت استمرت هذه الحاله، لانه بشوف. مش معقول يعني بايدن يتذكر الشعب الفلسطيني في كلماته اليوم بعد 127 يوم وهو جزء من ذاكرته مفقوده. اشاره مهمه لزاويه مهمه، وهي ولايه ميشيغان والتكتل الصوت العربي الموجود اللي ممكن يكون يعني بيضه قبان في وازن في وقت من الاوقات مع المرشح يعني الرئاسي القادم في أمريكا. أستاذ يسري عبيد، يعني أنا أطرح معك كل الاحتمالات. ممكن يكون الوفد الإسرائيلي اللي ذهب إلى القاهرة يا أستاذ يسري أنه ذهب ليطمئن المصريين بأنه أي تحرك في رفح، اجتياح بري لرفح، لن ينتج عنه الوصول إلى محور صلاح الدين الذي المصريون يعتبرونه خطا أحمر، أو لن ينتج عنه فكرة ترحيل أو تهجير قسري. والدليل على ذلك ما يعلنه نتنياهو الآن، يقول أنه في عملية مزدوجة،
الأول نخلي المدنيين وبعدين نعمل عملية اجتياح، وممكن يكون هذا الوفد ذاهب فعلا لإحداث إنجاز أو خرق ما في فكرة الهدنة، يعني احتمالين لا ثالث لهما. يعني في البداية تحياتي لحضرتك أستاذ محمود ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين. أعتقد أن تغيير الموقف الإسرائيلي بخصوص إرسال وفد إلى القاهرة ربما له عدة أهداف. ربما الضغوط التي يمارسها الوسطاء سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو مصر أو قطر على الجانب الإسرائيلي، لأنه بدون حضور وفد إسرائيلي إلى القاهرة جنبا إلى جنب مع الوفد الفلسطيني والوفود الأخرى الموجودة، فأعتقد أنه لا فائدة من إجراء المباحثات في القاهرة، لأن الطرف الإسرائيلي لا بد أن يكون له حضور كبير في هذه المباحثات لكي يتم الاطلاع على كل النقاط ومحاولة تقريب وجهات النظر التي أدت إلى التقاطع والتباعد الكبير بين كل من إسرائيل وبين الفصائل الفلسطينية بخصوص الاتفاق الذي حدث في باريس والذي ربما رفضه الطرفان نظرا لتمسك كل طرف بالشروط التي يجب أن يتم البناء عليها خلال الفترة المقبلة. بالإضافة إلى أن بلينكين وزير الخارجية الأمريكي قال إن نتنياهو تعهد له بأن إسرائيل لن تقوم بأي عملية في رفح أو في محور صلاح الدين إلا بالترتيب والتنسيق مع الجانب المصري، وبالتالي أعتقد أن كل التصريحات الآن الخاصة بهذه العملية العسكرية ربما هي ضغط من الجانب الإسرائيلي على الفصائل الفلسطينية للتنازل عن الشروط التي يتمسك بها الطرف الفلسطيني في المفاوضات الجارية الآن في القاهرة. وبالتالي أعتقد أن مصر ربما كان لها رأي واضح ومعلن وهي رفض هذه العملية العسكرية البرية، بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية نفسها قالت إن إجراء أي عملية عسكرية بحضور أكثر من مليون فلسطيني في مدينة رفح هو مسألة كارثية وستهدد هؤلاء المدنيين بشكل خطير، بالإضافة إلى أن هذه العملية ستجبر بالتأكيد هؤلاء السكان على النزوح إلى الحدود المصرية، وبالتالي تعود إلى الأذان مرة أخرى عملية التهجير ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية وهو ما ترفضه القاهرة بشكل كبير. وبالتالي أعتقد أن الجانب الإسرائيلي ربما يحاول التنسيق مع الجانب المصري في هذه المسألة وهي الخصوص بخصوص عملية رفح، بالإضافة إلى أنه ربما يحاول استطلاع رأي الفصائل الفلسطينية وربما آخر ما تم التوصل إليه من مباحثات أو ربما تنازل من جانب هذه الفصائل بخصوص التوصل إلى اتفاق بخصوص هدنة ربما تمتد لشهرين أو 4 أشهر ينتج عنها تبادل الأسرى وإعادة الإعمار وتعمير المستشفيات الفلسطينية. ولكن حتى الآن بنيامين نتنياهو أعتقد من وجهة نظري الشخصية أنه يحاول أن يماطل، يحاول أن يكسب الوقت، يحاول أن يحقق أي نصر، لأنه حتى الآن لم تستطع إسرائيل تحقيق أي نصر استراتيجي بخصوص الحرب على قطاع غزة. دكتور محمد، هنا أيضا لنكن منطقيين واقعيين سياسيين في النقاش في مسألة إنه الاتفاق في محاوره الثلاثة، يعني المرحلة الأولى والثانية والثالثة التي صيغت في باريس أصبح صعب، وبالتالي العيون كلها مسلطة على فكرة لننجز مرحلة أولى فقط، يعني مرحلة أولى يتم في إخلاء سراح المحتجزين الإسرائيليين 30 أو أكثر، هدنة 45 يوم، وبعدين نناقش فكرة المرحلة الثانية وهي 90 جنرال وضابط وجندي إسرائيلي عسكريين، ثم المرحلة الثالثة الجثث والرفات وهذه المسألة. إلى أي حد ما المقبول في أجندة حماس؟ نحن نقرأ الأفكار، ما المقبول في أجندة حماس أن يمكن إنجاز هذه الاتفاقية في مرحلتها الأولى فقط؟ يعني شوف أستاذ محمود، خلينا أول شغله، حماس كبقية الفصائل كالسلطة الوطنية الفلسطينية وهي تعالج هذا الموضوع تعالجه بشيء رزم شاملة. الرزم الشاملة ما يحدث في الرياض الآن، يعني بمعنى هذا المؤتمر الذي ضم 6 دول تقريبا، 5 من إخواننا القطر والإمارات ومصر والسعودية والأردن إلى جانب دولة فلسطين. تم الاتفاق مسبقا على ورقة لها علاقة باليوم التالي لما بعد الحرب ورؤيتنا لكيفية يعني نهاية هذا الصراع. الجانب الثاني الإدارة الأمريكية كمان والتغيرات التي يعني تحدث في مواقفها بشكل متدرج وصلت إلى قناعة بأنه نتنياهو معيق لأي عملية سلام. اسمح لي دكتور محمد، في صورة يعني على الشاشة الآن وهي لحظة غروب الشمس في غزة، آسف أن أنا أقاطعك ولكن هي صورة معبرة جدا قد تعكس كل الحالة الموجودة في غزة، يعني
خليط من الدماء، من الحمار، من أشياء كثيرة. هي صورة معبرة ولا يمكن أن نتجاهلها الحقيقة. أنا بشكر كل الزملاء اللي موجودين في الجاليري أنهم حطوا لنا هذه الصورة. غزة الآن في غروبها بدمائها وبكل وفي بارقة أمل حتى في نهاية الصورة. آسف دكتور محمد، تفضل. أنا كثير أشكرك على الصورة وأشكر كمان الطاقم اللي بدها، بس أنا أراها بأنه غروب يعني شمس الاحتلال بنتهي كليا إن شاء الله قريبا. فلتقرأ بكل ال تقرأ كل الأفكار والصورة اللي يراها كل منا يعني كما يرغب وكما يحلو. أنا أعتقد أنك ترغب بنهاية الاحتلال أستاذ محمود، وأنت يعني شخص وطني وأحترمك وأقدر رأيك في ذلك. ولكن استكمالا للحديث، كمان هناك في تغيرات في الرأي العام الغربي. على فكرة البريطانيين والفرنسيين والأمريكان من زاروا المقاطعة في رام الله أبلغوا القيادة الفلسطينية أنهم سيعترفوا بالدولة الفلسطينية قبل نهاية هذا العام. هذا نوع من الضغوطات. الموقف السعودي المشرف الذي كان واضحا والذي رد على الإدارة الأمريكية وعلى كيربي وعلى نتنياهو بأنه ليس سهلا أن تقيم علاقات سياسية مع السعودية دونما أن تمر بالقناة الفلسطينية وتنهي هذا الاحتلال وترفع الحصار وتعترف بالدولة الفلسطينية على حدود 67 والقدس عاصمة القدس الشرقية عاصمة. هذا شيء متطور غير عادي يعني مش طبيعي في السياسة. نحن اليوم نشهد تحولات على المستوى الدولي. أعود لسؤالك، هل حماس تقبل بالمرحلة الأولى؟ كانت حماس طرحت أكثر من موضوع، إذا بدهم مرحلة مرحلتين ثلاثة إحنا جاهزين. ولكن المرحلة الأولى والثانية التي كانت قبل شهر ونصف إذا بتذكر، أنا بعتقد كان من الصعب بمكان أن تقدم الغذاء ليلا وتقصفهم صباحا، بمعنى أن بالليل يكون اليوم انتهت وثاني يوم بدأت الحرب. الرهان لماذا قبلت حركة حماس أن لا تضع شرطا مسبقا وقف إطلاق النار أولا؟ قبلت لسبب واحد، المدة الزمنية التي تعطي بحدود 3-4 أشهر، وهي زادت عليها طبعا أسبوعين ب 35 يوم لأربع مرات. الوسطاء قدموا لها يعني السلم، قالوا بعد 4 شهور من المفاوضات والمتابعة والتبادل هناك ستحصل متغيرات كبيرة أكيد في دولة الاحتلال، وتذهب هذه الحكومة الفاشية ونكون أمام حكومة جديدة قد تتعاطى إيجابية مع الرؤية الأمريكية للمنطقة، وسيكون بايدن دخل في الانتخابات وليس معنيا باستمرار هذه الحرب. ورأينا صوت المتحشر اليوم الذي يطالب بوقف العدوان بشكل بآخر، يقول وقف مستدام للمعركة لإطلاق النار من أجل حالات إنسانية، وقف مستدام ولم يقل وقف مؤقت. وهذا تطور في الموقف الأمريكي. الوضع الفلسطيني اليوم أكثر تماسكا بالرعاية العربية، بمعنى كانت ورقة فلسطينية مسبقا منفردة وحاولوا الاستفراد بالسلطة الوطنية وهددوها وهدد الرئيس أبو مازن، ولكن أيضا هذه العباءة العربية المشكلة من 5 دول وازنة وفاعلة في المنطقة جعلت الموقف الفلسطيني أكثر ثباتا وأكثر قوة. أيضا نزيف الدم الذي رأى وتحدث عنه لأول مرة بايدن يؤنسن الفلسطيني ويتحدث عن الجوعة والذي يتضمن جوعا وموتون وأنه هذه الحالة يجب أن لا تستدام، هذا يراهن على أنه نحن أمام فتفك للحالة الفلسطينية على الصعيد الاستراتيجي بحيث لا تكون حرب أخرى وتكون هذه الحرب آخر الحروب. هذا هو الذي يسعى له الفلسطيني من خلال وقف إطلاق النار الفوري ورفع الحصار وأيضا مسارات إنسانية وحل حالة الدولة الفلسطينية. أستاذ يسري، يعني الدكتور محمد المصري أشار لنقطة مهمة جدا، هي فكرة حينما يطرح فكرة المرحلة الأولى لحماس، حماس هتسأل عن ضمانات. يعني ما الضامن إذا أفرج عن 30 أو 35 في مدة 45 يوم أن يكون هناك استئناف أكثر حدة في هذه المسألة؟ أنا أسأل عن الضامن العربي، يعني في وسيط عربي مصري قطري وفي ضامن عربي إسلامي، يعني منظمة التعاون الإسلامي بكل دولها والجامعة العربية بكل دولها، وبالتالي إلى أي حد يمكن أن يكون هنا في ضامن؟ ضامن يعني ضاغط، يعني ضامن لحماس ضاغط على إسرائيل. أعتقد أن حماس ربما طرحت أسماء بعض الدول لكي تكون ضامنة لأي اتفاق ربما شامل وليس اتفاق جزئي. حماس اشترطت أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وتركيا وقطر ومصر والسعودية ربما تكون دول ضامنة لأي اتفاق مع الجانب الإسرائيلي، ولكن كان هذا في إطار اتفاق شامل لاتفاق وقف إطلاق نار دائم هو ما رفضته إسرائيل بشكل كامل. لكي نكون واضحين،
حماس ترى أن إسرائيل تحاول التوصل إلى اتفاق جزئي لوقف إطلاق النار حتى يتم استعادة الأسرى ثم تستأنف بعد كده عملياتها العسكرية، وبالتالي الورقة التي تكون لدى حماس تكون قد انتهت، وربما تستخدم إسرائيل قوتها النارية الكبيرة في القطاع بعد ذلك حتى تقضي على قدرات حماس العسكرية، لأنها حينها لن تتعرض لأي ضغوط سواء من جانب أهالي الأسرى أو من الجانب الأمريكي أو من أي جانب آخر، هو ما تخشاه حركة حماس، لذلك تريد وقفا دائما وكاملا لإطلاق النار. أعتقد أن بنيامين نتنياهو يحاول كسب الوقت بشكل كبير، يحاول أن يماطل جميع التصريحات التي تصدر عنه تقول بأن هذه الحرب ربما تستمر إلى أشهر، ربما هناك نية لبنيامين نتنياهو لكسب الوقت لمحاولة الوصول إلى الانتخابات الأمريكية، وبالتالي هو يطمع في أن يفوز بالرئاسة دونالد ترامب، لأنه يعلم تماما أن دونالد ترامب لن يمارس عليه أي ضغوط مثلما تمارس عليه إدارة الرئيس الأمريكي الآن جو بايدن. الديمقراطيين لديهم ربما علاقات متوترة مع بنيامين نتنياهو منذ إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وبالتالي أعتقد هذا التوتر الحادث الآن بين بنيامين نتنياهو وبين إدارة بايدن، يحاول بايدن كسب الوقت ولا يستجيب للضغوط الأمريكية. بشكرك أستاذ يسري عبيد من القاهرة، دكتور محمد المصري من رام الله، شكرا جزيلا لكم.